انا بس هقول لك ايه يعني، ما هم بيقولوا برضو اللحمه ما زالت غاليه يعني، فعايزين بس نرد عليهم ونفهمهم الاجراءات اللي اتعملت دي لو ما كانتش اتعملت خلال الكام سنه اللي فاتوا دول كنا بقينا فين. هو سيادتك طبعا احنا يعني كلنا ملاحظين الظروف العالميه وارتفاع الاسعار العالميه في الاعلاف ومكوناتها واضافات الاعلاف، ارتفاع تكلفه الشحن والنقل والنولون والتامين وخلافه، لكن الدوله المصريه من خلال برنامج القومي للبتلو ومن خلال تعظيم برنامج تحسين السلالات ومن خلال مشروع المليون راس، كل ده أدى إلى أن احنا وفرنا قدر كبير من احتياجات الثروة الحيوانية، وكمان بيساند في كده الثروة الداجنة. والحمد لله يمكن لو حضراتكم لاحظتم الارتفاع في الأسعار من حوالي في أواخر 2020 أو أوائل يعني قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان أسعار الذرة حوالي 3000 وشوية، احنا النهاردة بنتكلم في 8 وأكثر من 8، فول الصويا ارتفع أكثر من 300%، لكن الإجراءات اللي الدولة المصرية خدتها ووفرت اللحوم وحققت توازن في الأسعار ممكن يكون حدث قدر من الزيادة في الأسعار، لكن الدولة المصرية الزيادة اللي تمت في أسعار اللحوم ما تتناسبش مع الزيادة في الأسعار العالمية التكلفة. وبرضه لابد برضه ان انا اوضح نقطه هامه مهمه في هذا الامر، ان احنا برضه لابد نبص للمربي والمزارع الصغير، لابد نحقق له قدر من يعني تغطيه التكلفه، لابد ان احنا عناصر التكلفه عنده ارتفعت، فاذا لابد ان انا برضه ادي له قدر من التسعير اللي هو بيمكنه من استمراريه المشروع، لان هو لو اضطر يبيع باسعار اقل من التكلفه زي ما حصل في يعني عهود سابقة هيؤدي إلى اندثار الثروة الحيوانية، هيؤدي إلى خروجه من الإنتاج، وبالتالي بتحصل مشاكل وارتفاع أكثر أسعار أكثر مما تتصور. تفضل. أنا عايز أقول يعني إن الزيادة اللي حاصلة حالياً هي زيادة أقل بكتير، صحيح زيادة، لكن الدولة المصرية زي ما قال دولة رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي إن إحنا بنستوعب قدر كبير من هذه الزيادات، لكن على الجانب الآخر هناك جانب من الزيادات لابد إن إحنا نستوعبها حفاظاً على استمرارية المشروعات يعني. طب انا بس عايزك، مش هكمل على كلام معالي الوزير، لكن عايز اقول ايه هو الكلام ملخصه ايه. الازمه الاوكرانيه يمكن بقى لها مش مده كبيره قوي، لو قلنا حتى بدات في مع يناير فبراير مارس يعني 6 شهور، لكن الاجراءات اللي اتعملت هنا اللي الدوله عملتها خلال ال7 سنين اللي فاتوا مع النمو السكاني اللي موجود مع التطور اللي حصل في الأسعار بصفة عامة في العالم كله، هتجدوا إن ما هو الطلب لما نتكلم في 7-8 سنين زاد فيهم 15 مليون مش كده؟ 15 مليون. فال 15 مليون دول لو احنا معدلات نمو الإنتاج الحيواني الوطني يعني اللي جوه الدولة بينمو بنفس بهذا المعدل كنا ممكن نحافظ على الأسعار، لكن في متغيرات أخرى زي موضوع العلف واسعارها. احنا ما بنطلعش انتاجنا للاعلاف من مصر، احنا بنجيب جزء كبير جدا منها من الخارج، وده كلامنا اللي احنا بنقوله مع للدوله ومع نفسنا ان احنا يبقى لازم اكبر حجم من الاراضي يتم استصلاحه عشان يخلي في سيطره على تكلفه الانتاج. وبقول تاني لما اتكلمنا من 3 سنين مش 3 سنين في موضوع البتلو وقلنا لا نزود ونزود ونزود، احنا ما كناش شايفين ان اللي هيحصل ده هيحصل، لكن كنا شايفين ان احنا طالما ان عندنا فرصه ان احنا نزود نمونا في الانتاج اي انتاج بقى بصراحه يعني مش هتكلم على دواجن ولا لحوم، اي فرصه ان احنا نزود بيها سواء لتحقيق الاكتفاء الذاتي او حتى لصالح ان احنا يبقى في فرصه ان احنا يعني نصدر حاجه لا باس. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، احنا دخلنا المسارات ديت او الصناعات ديت متاخرين شويه، يعني صناعه اللحوم دي صناعه مش يعني مش 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 تربيه يعني زي ما الناس متصوره ان هو بياكل راس ماشيه وخلاص، لا دي صناعه يا جماعه، صناعه متكامله جدا جدا، وتكلفه اقامتها وتكلفة تأهيل الناس إنها تشتغل فيها بتاخد وقت. إحنا كنا بنتكلم في المليون راس ومن في خلال 6-7 سنين اللي فاتوا كل اللي جه 71,000 راس. 71,000 راس ده رقم بسيط قوي ومتواضع. وأنا بقوله للدولة وبقوله لنفسي لما تيجي 100,000 راس ثمنهم 5 مليار جنيه. أنا بقول كلام مظبوط؟
مش كده؟ طبعا. ايه 5 مليار جنيه دول؟ فاهم يا وليد؟ اه اتفضل. ايه ال 100,000 راس؟ وزير الزراعه يقول لي ما هو السوق العالمي ما عندوش يلبي لك المطلب ده. ما احنا مش هناخده في سنه، ما احنا مش هناخده في ايه. انما طموحنا هنا مش الهدف منه يعني، هو الهدف منه الناس يعني. ولما اتكلمنا في موضوع ان احنا ندي فرصه، انت كلمتني في حوالي 3 مليون راس ماشيه غير الماعز وكده. يعني انا بقول تاني، اوعى تفتكروا الحلم ان انا يبقى عندي الكلام ده كله عباره عن كلها سلالات متقدمة سواء في إنتاج اللحوم أو في إنتاج الألبان. حلم مش من حقنا إن إحنا نحلمه، بس عمرنا ما نحلمه وننفذه. أنت ممكن تقول لي هعمل لك برنامج في 10 سنين، مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا مش هينفع، مش كده، مش هينفع 10 سنين. طب إزاي؟ ما أعرفش. ما أعرفش. وأنا من لما قلت القطاع الخاص يبقى معانا، قلت ليه كده؟ لأن هو عنده آليات عمل وإجراءات بكل صراحه يعني افضل مننا، ولا حد يزعل من كده؟ ها؟ لا بجد يعني مش هنزعل احنا نقول القطاع. وعشان كده دايما كلامنا، وانا باكده معاكم دلوقتي، النهارده اديكم كنت شفتوا الحاجه اللي بتتعمل. لما اطلقنا المليون راس، عقبال ما وصلنا لان احنا نوصل لان احنا نفتتح المزارع ديت، خدنا اجراءات كتير. بس الاجراءات الكتير دي الهدف منها ان احنا بنتكلم في صناعه. يعني ايه في صناعه؟ يعني لو النهارده الدوله المصريه جت عليها وقت وان شاء الله ده يحصل، وحبت يبقى المنتج بتاعها طبقا لمعايير افضل معايير صناعه اللحوم في العالم، هيبقى متحقق هنا. هو المركز اللي انتم هتشوفوه النهارده بتاع الابحاث وكده، هو الهدف منه ايه؟ المركز ده مصنف رقم 3، مش كده؟ المستوى بتاعه 3 اهو. 3 ده من اعلى المستويات اللي موجوده في العالم، بس مش هو اعلى حاجه. اعلى حاجه هو المستوى الخامس. الرابع. الرابع ولا الخامس؟ الرابع بس. الرابع بس. ولا يا وليد؟ بس احنا يعني ده مستوى الثالث، ده حاجه برضو يعني عظيمه يعني. يعني في دول تانية فيها الخامس. بس برضه هتناقشني تاني. لا برضه هتناقشني. في خامس. لما انا قلت انا في خامس. يبقى في خامس. بس مش هيدهولنا. مش ايه؟ مش هيدهولنا بقى، يجراش حاجة. ادينا خدنا الثالث وربنا يسهل ونقدر نكمل كده. لكن اللي انا عايز اقول المستوى ده بيخلينا نقدر يعني نعمل ابحاث ونعمل تطوير في هذا المجال ما كانتش متاح لنا قبل كده. وعشان كده برضو المعامل ديت متاحه زي ما اتقال كده للتعليم العالي ولكل من يهمه هذا الامر. اهلا وسهلا، لان الكلام ده معمول عشانكم ومعمول عشان صناعة الصناعة دي في مصر.